الحمد لله على سلامتي. انا بعرف وين محل التصوير، بعرف تماما وين اجي. كثير مهم انه انتم عم تعملوا هذا الفحص، لانه هذا الفحص مو بس لكم، هذا الفحص لاولادكم، لعيالكم، لانه كلنا مثل ما عيلكم بحاجه لكم، البلد بحاجه لكم كمان. فكثير مهم. برافو. الله يعافيك ان شاء الله. في الاف من السيدات مثلكم هذا الشهر تشجعوا وراحوا عملوا هذا الفحص، يعني ان شاء الله نطمن ما يكون في شيء. ان شاء الله. ان شاء الله. الكشف المبكر هو دائما بيعزز او بيسهل او بيساعد على الشفاء والسلامه. سلامه قلبك. بتعرفوا انتم من قبل السرطان كان هداك المرض، ما هيك؟ ما كنا حتى نسترجع، ما كنا حتى نسترجي نحكي او حتى نسميه، صح؟ اذا بدنا نخاف منه هو هزمنا. كنا نخاف نخطئ، هو مثل اي مرض يعني، ما بيخوف. فالمهم نحن نكون قوايا. المهم انتوا اساسا كنتوا متشجعين لانه انتوا جايين تفحصوا، بس خايفين. المهم انه تشجعوا على اعصابنا ان شاء الله. المهم تشجعوا اللي حواليكم، ما بتخوف وحياتك ما بتخوف. كل ما كشفنا بكير، كل ما انتوا تسلم لي، كل ما نقدر ناخذ الرقي بالحكي. جنن جنن. اسستك وحده منا، مرحله هي بدها تمر وحده منا. يعني نحن بنقوى فيكم، نحن 8 سنين حرب. كيف قوينا؟ مو من خلالكم. اهلا وسهلا. عملتي فحص ولا لا؟ لا لسه، بس خايفه. لا شو خايفه؟ يعني ما احنا ما في شيء، بس موجوعه لازم. فاكره شو ما كان الواحد بيعرف شو جاي على الطريق، احسن ما يكون ما له عرفان. ما هي لا فيكي باذن الله، ارادتك قويه باذن الله، العالمين بيكون معكم. دكتوره بالصوره ارادتي من اراده السوريين كلهم. طبعا نحن بنقوى فيكي، مو بس هو انت بتقولي فينا، نحن بنقوى فيكي وسياده الرئيس. خلي لي الله يهديك. ما شاء الله عليكم. تسلموا. موفقين لك. الله يهنيك. موفقين.